السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من آخر الخلاصة، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة نادي باريس سان جيرمان أمام نادي ستراسبورج بإذن الله تعالى اليوم الأربعاء 28/12/2022، مباراة في الجولة 16، جولة 16 من الدوري الفرنسي. متابعين الكرام، المباراة بإذن الله تعالى معادها اليوم الساعة 10 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا، الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت الإمارات وعمان، والساعة 9 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 8 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. قناة نقل المباراة قناة بين سبورتس اتش دي 2 الثانية العادية، والمعلق جواد بدمال على المباراة ملعب بارك دي برانس، الجولة 16 من الدوري الفرنسي. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك الفيديو، كان معكم محمد نور الدين. كذلك قناة نقل قناة بين سبورتس اتش دي 1 بريميوم لا بريميوم، اعتقد لا لان مانشستر سيتي هيلعب في نفس التوقيت. كان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.